السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم سيكون في الإملاء إن شاء الله، وعنوانه اسم الإشارة كلمات شاذة. فما معنى شاذة؟ يعني أنها مخالفة وخارجة عن القاعدة وعن القياس، أي لا قاعدة تضبطها وتؤطرها. أولا سنبدأ بأسماء الإشارة، وأكيد أنكم جميعا تعرفونها، فقد سبق وأن رأيتموها وأن درستموها. فمن يذكرنا بها أو يأتينا ببعض من أسماء الإشارة؟ نعم، هذا، هذه، هذان، هؤلاء، هكذا. سنكتفي بهذا القدر، لأن كلها أسماء نشير بها. إذن انتبهوا إلى طريقة نطق بها، فأنا أقول هذا، ولكن في الكتابة لا يوجد رسم لألف المد، وكذلك في هذه، فنحن نقول هذه ننطق بالمد ولا نرسمه. هذان أيضا ألف المد محذوف خطا وليس نطقا، ففي النطق يظهر. هؤلاء نفس الشيء، ألف المد محذوف رسما، إنما في النطق نحن ننطق به. هكذا أيضا، هكذا نفس الشيء، فألف المد محذوف خطا لا نطقا. إذن هذه الأسماء، أسماء الإشارة، كتبت بطريقة تختلف عن طريقة التلفظ بها. إذن تكتب بطريقة وتنطق بأخرى. لاحظوا أنها كلها جاءت مسبوقة بالهاء، كلها في بدايتها هاء، وهذه الهاء هي هاء التنبيه، هذه الهاء هي هاء التنبيه، وهكذا. فكل أسماء الإشارة التي تلحق بها هاء التنبيه تحذف منها الألف رسما لا لفظا ونطقا. إذن هنا عرفنا أن أسماء الإشارة التي تلحق بها هاء التنبيه تحذف الألف رسما وتثبت نطقا. نبقى دائما مع أسماء الإشارة، وعندنا هنا ذلك، ذلكما، ذلكم. إذن هنا لا توجد هاء التنبيه، إنما أيضا ذلك أنطق، ذلك أسمع مدا، إنما هو غير ظاهر في رسم الكلمة. وكذلك في ذلكما وذلكم. فأسماء الإشارة هنا حذف منها الألف رسما لا نطقا، ولكن لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ إذن أسماء الإشارة هذه لحق بها لام البعد، لحق بها
لام البعد، لأنها أسماء إشارة تدل على البعيد. ومن هنا نستخلص ونستنتج أن الألف تحذف رسما وتثبت نطقا في أسماء الإشارة التي لحق بها لام البعد. ننتقل الآن لنرى الضمائر المنفصلة مع هاء التنبيه. عندنا ها هو، ها هي، ها نحن، ها هما، ها هن. وعندنا مجموعة أخرى، ها هي، ها أنا، ها أنت، ها أنتما، ها أنتم، ها أنتن. لاحظوا جيدا وانتبهوا. إذن من يجيبني على هذا التساؤل؟ هل حدث أي اختلاف بين ما هو مرسوم وما نطقته في أمثلة المجموعة الأولى؟ أكيد لا. فهاء التنبيه نرى أن مدها ثبت لفظا وخطا. ها هو المد موجود. ثم لاحظوا معي المجموعة الثانية من الأمثلة. هل هناك اختلاف بين الرسم واللفظ؟ نعم، فعلا هناك اختلاف. فألف المد حذفت في الرسم وظلت ثابتة في اللفظ وفي النطق. انتبهوا جيدا. ما الحرف الذي تبتدئ به الضمائر المنفصلة في المجموعة الثانية من الأمثلة؟ نعم، هي مبدوءة بهمزة. فماذا يمكننا أن نستخلص هنا وأن نستنتج؟ نعم، تحذف الألف رسما وتثبت نطقا من هاء التنبيه حين تتصل بضمائر منفصلة مبدوءة بهمزة. الألف تسقط في الرسم وتبقى ثابتة في النطق إذا اتصلت بضمائر منفصلة مبدوءة بهمزة. ألف المد أيضا تحذف في هذين الحرفين، لكن ولكن، كما تحذف في بعض الأسماء مثل الله، الإله، هارون، الرحمن. كما رأينا أن هناك كلمات تحذف منها الألف عند رسمها، سنرى الآن كلمات تزاد فيها الألف مثل الفعل مع واو الجماعة. وهنا بعض الأمثلة: في الزمن الماضي نجحوا، درسوا. فتلك الألف لا ننطق بها بل هي زائدة، تكتب ولا تنطق. أيضا في المضارع المنصوب أو المجزوم: لم يسافروا، لم يتهاونوا. وأيضا في الأمر مع واو الجماعة: اجتهدوا، راجعوا. فدائما نجد هذه الألف الزائدة التي تثبت خطا وتسقط نطقا مع واو الجماعة. هناك أيضا
الألف في كلمة مئة وفي كلمة مئتان فهي ألف زائدة. فأين الألف زائدة؟ الآن سنرى الواو زائدة مثل ما لدينا هنا في الأمثلة. عندنا عمر فالواو لا ننطق بها إنما هي موجودة تكتب ولا تنطق. عندنا أيضا أولئك الواو لا ننطق بها، نحن لا نمد الهمزة، لا نقول أولئك بل نقول أولئك. وأيضا أولي فأولي هي ذوي أصحاب، يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. فالواو في هذه الكلمات زائدة تثبت خطا وتسقط نطقا. نصل الآن إلى الاستنتاج، فمتى تحذف الألف رسما وتثبت نطقا؟ نعم، في أسماء الإشارة التي لحقت بها هاء التنبيه أو لام البعد، وأيضا في الضمائر المنفصلة المبدوءة بهمزة والمسبوقة بهاء التنبيه. ومتى تزاد الألف في الرسم لا في النطق؟ إذا تزاد الألف رسما لا نطقا في الفعل مع واو الجماعة وفي كلمة مئة. تزاد الواو رسما لا نطقا في عمر أولئك وأولي. هنا إضافة، فقد يجوز حذف الواو إذا اجتمع في الكلمة واوان متتاليان والواو الأولى تكون مضمومة والثانية للمد، مثل داود طاووس. كان هذا هو درس اليوم، أرجو أن تكونوا قد أصبحتم ملمين بطريقة كتابة أسماء الإشارة وأن لا تخطئوا فيها ثانية، وأيضا بكتابة بعض الكلمات الشاذة التي لا تضبطها قاعدة. إذن هنا نمر للتطبيق. اقرأوا التعليمة جيدا ثم قوموا بهذا العمل، ستجدون إن شاء الله هذا العمل على ورقة مع الدرس. إلى اللقاء في رعاية الله.